السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحمد لله وشكرا وثناء لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، الذي أكرمنا بتجدد اللقاء في سنته السادسة بعد توقف كما تعلمون خارج عن إرادتنا وعن إرادة إدارة هذا الجامع، ولك والحمد لله فها هو قد عاد. وأشكر كل من كان سببا في عودة هذا الدرس في مكتب الدعوة بمحافظة جدة، أو المكتب التعاوني، أو الأخوة في هذا الجامع المبارك. والشكر موصول لكم أيها الأخوة على تجدد حضوركم رغم التزاماتكم وأوقاتكم. أخوتي الكرام، هذا الدرس يأخذ عنواناً جديداً كما استمعتم من أخي الشيخ محمد، وهو وقفات تدبرية مع القرآن والسنة، وسيكون التركيز بشكل أكبر مع كتاب الله جل وعلا. أخوتي الكرام، هذه الدروس ستأخذ منحاً معيناً بإذن الله، ترونه في كل درس يعلن عن موضوع معين، فسيكون الدرس القادم عن سورة الفاتحة، والذي بعده عن المعوذتين، وسترون طرحاً بإذن الله طرحاً جديداً ليس تفسيراً للفاتحة ولا للمعوذتين، وإنما هو وقفات ودراسة وفهم تدبري لهذه السورة العظيمة التي هي أم الكتاب. أما اليوم فإننا نذكر منهجاً حول التدبر أيها الأخوة. يسأل سائل: لماذا التركيز، لماذا تركز في دروسك ومحاضراتك على التدبر؟ فإنني أوجه هذه الأسئلة لكم فأقول: ألستم تريدون السعادة؟ ألستم تريدون الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ ألستم تريدون حل مشكلاتكم الخاصة والعامة؟ ألستم تريدون النجاة من الفتن، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتفجرت؟ ألسنا جميعاً نريد المحافظة على استقرار بلادنا في ظل تموج عالمي واضطراب في من يحيط بنا؟ وهذه حالة كلنا نعم نريد ذلك، ونريد الاستقرار على هذا البلد وأمنه والمحافظة عليه. ألسنا نريد التفاؤل في زمن أصبح لليأس وللقنوط؟ أصبحت هناك سوق رائجة عند حتى من كثير من الأخيار والصالحين والطيبين. ألسنا نريد الفرق بين الحق والباطل، وبين الحق والباطل في ظل هذا اللبس والتلبيس الذي يمارس حتى من بعض الذين كانوا ينتظر منهم البيان والتبيين، فإذا هم يساهمون في اللبس والتلبيس؟ ألسنا نخشى أن يحال، أليس كل واحد منا يخشى أن يحال بينه وبين قلبه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعيتم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنهم إليه تحشرون. أنا أجيب عنكم جميعا فأقول: بلى، نريد السعادة ونريد تحقيق كل ما ذكرت. فأقول لكم أيها الأخب، أيها الأحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، قال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم،
فدلهم على طريق الحق والهداية. ولذلك نأتي من خلال هذا الدرس، من خلال هذا التدبر، لندل ولنساهم في الدلالة على طريق النجاة وطريق الخير. تركت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. ولذلك نحن نجني ولن نحقق هذا الأمر إلا من خلال تلاوة كلام الله جل وعلا، ومن خلال تدبره، ومن خلال العمل به. ولذلك الذين كانوا يقرؤون القرآن الكتاب من قبلنا ولا يتدبرونه نعى الله عليهم، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء إلا تلاوة. إذن هم يتلون الكتاب ولكنهم لا يتدبرونه، ولذلك سماهم الله من الأميين، وكانوا يتكسبون في هذا الأمر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم، فماذا كانت آخر الآية؟ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. كانوا يتاجرون بالتوراة والإنجيل لأنهم لم يكونوا يعملون بها ويتدبرون بها، بينما أثنى الله جل وعلا على من تدبر من أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إذن هناك تلاوة، وما هو حق التلاوة؟ ما قال يتلونه فسكت، قال يتلونه حق تلاوته، قال العلماء أن يتلونه ويتدبرونه ويعملون به. من أجل ذلك أيها الأخوة نحقق هذا الأمر، لأن الله أنزل هذا القرآن من أجل ذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ونعى الله على المنافقين والكفار، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم أيها الأخوة، من خلال تدبر القرآن وليس من خلال التلاوة فحسب تتحقق ويتحقق ما ذكرت وزيادة. لماذا؟ كيف يتحقق ذلك؟ أليس هو الحق؟ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، أليس إنه الفرقان؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ونحن نحتاج وبأمس الحاجة إلى الفرقان بين الحق والباطل في ظل اللبس الذي أشرت إليه قبل قليل. إنه الهدى، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل إن هدى الله هو الهدى، هو النور أيها الأخوة، نور وكتاب مبين، نور من وكتاب مبين. هذا هو القرآن، هو الشفاء. ألستم ترون امتلاء المستشفيات وغيره، وبالذات ما يتعلق بالمستشفيات الصحة النفسية لكثرة الأمراض النفسية وغيرها؟ إنه والله الشفاء، إن فيه النجاة. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وفيه الحياة الطيبة والسعادة والأخرى. ألسنا كلنا نريد، ألسنا نريد السعادة العاجلة والآجلة؟ هي والله في كتاب الله جل وعلا. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة. ألسنا نريد الحياة الطيبة أيها الأخوة؟ إنني أقف متعجبا والله، متعجبا ممن؟ من إخواننا الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي مباشرة ولوا إلى قومهم منذرين. فبدأوا يدعونهم: سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انظروا إلى سرعة الاستجابة، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديثنا اليوم أيها الأخوة: كيف نتدبر القرآن؟ كيف نعيش مع القرآن؟ نعم، الحفظ موجود والتلاوة موجودة، وهناك من يختمون القرآن كل أسبوع أو أقل أو أكثر، لكن كم نسبة الذين يتدبرون القرآن؟ ولذلك تلحظون أن أثر القرآن في حياة كثير من المسلمين ضعيفة في بلادنا، والحمد لله، كما في بلاد كثيرة. لكن تجد أن المصاحف تمتلئ فيها المساجد. أتعلمون أنه في بعض القرى في بعض بلاد المسلمين يتناول جماعة المسجد ويتناوبون على مصحف واحد؟ لا يملكون المصحف. لا، نحن المصاحف أكثر من عدد المصلين، ولكن أين أثرها؟ يصلي ويقرأ القرآن ثم قد يخرج ويعصي الله جل وعلا. تجده في البنك يصلي
ويقرأ القرآن حتى تقام الصلاة وهو داخل بنك الربوي، ثم يقرأ بعد ذلك آيات أن الربا حرب لله ورسوله، ومع ذلك يقوم يمارس عمله وكأنه لم يقرأ قبل قليل هذه الآيات في سورة البقرة وغيرها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأنه مجرد تلاوة، وإلا لو أنهم طبقوه لكان الإنسان منهم إذا قرأ هذه الآية لخرج من البنك الربوي ولم يعد بعدها وتاب إلى الله توبة نصوحة كما أمر الله جل وعلا. وهكذا في الظلم، يقرأ القرآن ويتلو كتاب الله ثم يخرج ويظلم، قد يظلم زوجته، يظلم أولاده، ويفرق بين أولاده، أو يظلم العمال عنده، لأنه لم يتحول إلى واقع عملي. لا أعمم الحكم أبدا، ولكنه أمر مشاهد ملحوظ في حياة كثير من المسلمين أيها الأخوة. التدبر أحبة الكرام أخص من التفسير. التفسير للعلماء، التفسير هو بيان الأحكام والناسخ والمنسوخ والمعاني وغيرها، هذا لا يكون إلا للعلماء، ومن قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أما التفسير فلا، أما التدبر فلا. التدبر لكل واحد يجيد اللغة العربية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كل منكم يستطيع أن يتدبر، لكن بحسب ما أعطاه الله من العلم وفهم اللغة ودلالاتها كما سيتضح بإذن الله. يقول الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، يقول: التدبر أخص من التفسير وأخص من المعاني، وهو النظر إلى كلام الله جل وعلا في مخاطبته لعباده بهذا الكلام، فهو خطاب للقلب كما ذكر بعض العلماء كابن القيم، والتدبر يخاطب القلب ولا يخاطب العقل، والمعرفة أي العلم تخاطب العقل ولا تخاطب القلب. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التدبر، فرجعنا بالتدبر على التفكر وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. إذن فالتدبر ليس هو المعرفة، فالمعرفة هو العلم بالتفسير والعلم بالمعاني. أما التدبر أيها الأخوة فهو في دلالات آيات. سأعطي نموذجاً آية واحدة، تأملوا معي هذه الآية لأفرق لكم بين التفسير والتدبر. في قصة يوسف وإخوانه، لما أخذ أخاه قالوا: يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. تأملوا التدبر هنا. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. التفسير في هذه الآية الثانية هو بيان أن معاقبة أحد بذنب لم يعمله ظلم، فهو يقول: لا نأخذ أحدا مكانه إن إذا لظالمون. هذا يعتبر من باب التفسير، بمعنى أنه لو جاء رجل وعليه جناية وجاء ابنه وقال: أنا سأتحمل الجناية عن أبي بالعقاب، لا يجوز. يتحمل الجناية من أخطأ. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. فهذا ظلم، فهو يستنبط منها حكم شرعي. لا يرتكب أحدا حدا من حدود الله فيأتي أحد وينوب عنه، ابنه أو غيره، لا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صحابي ومعه ابنه قال: من هذا؟ قال: هذا ابني، واشهد به. قال: ما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. هذا نوع من التفسير. طيب أين التدبر؟ عجيب الله التدبر. لاحظوا يوسف عليه السلام ما قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق. ليش؟ لأن يعرف أن أخاه ما سرق. أخاه ما سرق، هو اللي وضع يوسف، هو الذي وضعه في رحلة لأمر يريده الله جل وعلا والحكمة البليغة. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فيوسف لا يريد أن يكذب، فقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. صحيح، وجد متاعه عنده وأخذه بأمر الله، حتى يقال: لماذا أخذه وهو لم يخطئ؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. انظروا دقة الضبط وضبط اللسان. فهم يقولون عن أخيهم أنه سارق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، طبعا في ظاهر الأمر بالنسبة لهم، لكن يوسف يعرف أنه لم يسرق، فقال:
معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. فرق بين الأمرين، فرق كبير جدا. هذا نوع من التدبر في الآية وبيان دقة اللفظ. البعض يطلق أحكاما دون أن يتبصر، قد يكذب قد يظلم. إذن هناك فرق، هذا إشارة للتدبر. عندما نقرأ كلام الله جل وعلا بهذا الفهم فإننا نوفق توفيقا عظيما، ويوفقنا سبحانه وتعالى. التدبر أيها الأخوة، يقول الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية أيضا في هذا الموضوع عندما افتتح دورة، أول دورة للتدبر في مركز التدبر في الهيئة العالمية لتدبر القرآن، وأقيمت لجماعات تحفيظ القرآن في المملكة، يقول: لا نريد أن يكون التدبر ناتجا عن مسرح من مسارح الفكر فنقع في نوع من الإثم، حيث يقول البعض بالقرآن برأيهم، فمن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. فالمطلوب من الإخوة الذين يدرسون هذا الموضوع أن يؤسسوا لفهم قواعد السلف الصالح في التدبر، لأن الفرق العقدية المختلفة كانت تدعي أنها تنزع مذاهبها الباطلة من خلال التدبر، فكل ينزع ويقول لدي فهم من كلام الله جل وعلا، وهذا كلام باطل لأنه لا يبنى على أسس تدبرية. إذن لابد هذا الباب، وهو باب التدبر، وإن كان كما قلت لكم يختلف عن التفسير، وإن كان متاحا للعلماء وغيرهم كما قال الإمام الشنقيطي في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في الوقت الذي نجب أن نهتم في نوع التدبر، وأن نحتاط ونحن نتدبر، وأن لا نقع في المزالق التي وقعت فيها الفرق الباطنية وغيرها بدعوى التدبر والانتزاع من القرآن في غير محله. في الوقت نفسه يختلف عن التفسير، فكل من أجاد اللغة العربية إجادة صحيحة وفهما صحيحا فهو يستطيع أن يتدبر. مثل الكلام الذي قلت لكم قبل قليل في سورة يوسف، يستطيع حتى العامي أن يدرك هذا المعنى، ولهذا له آثار. لما امرأة ذهبت من زوجها وهي في الطريق، وقد تزوجت قريبا، وهي في طريقها سمعت أحد العلماء وهو يقرأ قوله تعالى في صلاة المغرب: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فقالت: ربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني كل إنسان في كبد، سواء في بيت زوجه أو في بيت أهله. إذن أكون في بيت زوجي في كبد أولى أن أكون في بيت أهلي مطلقة في كبد. فرجعت إلى زوجها قبل أن تصل إلى بيت أهلها. هذا نوع من التدبر والفهم لدلالات الآيات وآثارها. فنحن نريد هذا الأمر أيها الأخوة، لكن كما قلت ليس متاحا لكل أحد. يقول الإمام الشنقيطي في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لما جاء إلى أن بعض العلماء يقول لا يكون التدبر إلا للعلماء كالتفسير، قال: هذا غير صحيح. ما هو دليلك؟ الإمام الشنقيطي، الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الذي توفي عام 93 وهو أحد أعضاء كبار علماء من كبار علماء الأمة، يقول: ألم ينع الله، ألم يعاتب الله المنافقين والكفار لماذا لا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول المنافقين هذا كلام. طيب، وقال عن الكفار: أفلم يتدبروا القول؟ طيب، سأل قال: هل يمكن أن يعاتب الله الكفار والمنافقين على شيء لا يقدرون عليه؟ لا يمكن، الله لا يكلف أحدا شيئا لا يقدر عليه. فما دام أن الله قد عاتبهم لماذا لا يتدبرون القرآن؟ عاتب المنافقين، ما قال أفلا يقرؤون القرآن. فالمنافقون كما تعلمون يقرؤون القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل كماذا؟ الريحان، تجد أنها رائحتها طيبة لكن طعمها مر. فهم يقرؤون القرآن لكن قال أفلا يتدبرون القرآن. إذن انتهينا من المقدمة الأولى. يقول الشيخ الشنقيطي، وهو أن الله لما عاتب الكفار والمنافقين إذا هم يقدرون على التدبر. طيب، يسألوا فيقول: طيب، هل المنافقون، هل استثنى الله أحد أو قال علماء المنافقين أو علماء الكتاب؟ أبدا، عفوا، أو علماء أيضا الكفار أبدا، كلهم. أفلم يتدبروا القول، خطاب الكفار جميعا، خطاب المنافقين جميعا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أيضا لليهود. قال: هل عوام المسلمين، يعني غير العلماء، أقل فهما من المنافقين والكفار؟ مستحيل.
فلا شك أن عوام المؤمنين عوام المسلمين من الرجال والنساء فضلا عن العلماء وطلاب العلم أكثر فهما من المنافقين والكفار. إذن هم مطالبون أولى بالتدبر، أولى مطالبون أولى من المنافقين والكفار. إذن التدبر وإن كان يختلف، لكن لمن يجيد فهم اللغة العربية، ولو وقفنا نأخذ أمثلة على نوع من التدبر لطال بالوقت، وسبق أن ألقيت شيئا من ذلك في محاضرات سابقة، لكن اليوم كافتتاح لهذه الدروس سأرسم إلى شيء يفتح لنا هذا الطريق. سأشير إلى بعض المنهج في التدبر، وهي وسائل تعينك يا أخي الكريم على التدبر. مما يعين على التدبر، ولا يعني أن هذه الوسائل يجب أن تتوفر في كل شخص ولا في كل حين، لكن بعمومها وحسب اتصاف الإنسان بها يكون تدبره وقدرته. والناس يتفاوتون في التدبر، هناك علماء برزوا في هذا الأمر، وهناك من هم دون ذلك حسب ما توفر من صفات وشروط. كالعلم كالفتوى، لا يمكن أن نقارن مثلا فلان من بعض طلاب العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أو غير من كبار العلماء. وفوق كل ذي علم عليم، هم درجات، العلم درجات. فلذلك كذلك في التدبر درجات. مما يعين على هذا أيها الأخوة مراعاة آداب التلاوة من طهارة ومكان وزمان مناسبين وحال مناسبة. عندما تقرأ في وقت يختلف عن وقت آخر، ألسنا نقرأ قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ قرآن الفجر هي صلاة الفجر، وسميت قرآن الفجر لأن أطول ما فيها هو القراءة، لكن مع كل أسف الآن صار في بعض المساجد أقصر ما فيها هو القراءة، وهذا جانب مهم جدا. وقرآن الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أن الحج فيه طواف وسعي ومنى وغيره، لكن أبرز أركان الحج ما هو؟ عرفة. لا يتم حج أحد إلا بأن يقذف في عرفة. فقال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، لأن وصفها بالقرآن لأن أطول ما فيها هو القرآن. لكن لاحظوا، كل منا يلاحظ هذا، ألا تلاحظ أنك وإذا وفقت بإمام يقرأ بترتيل وتؤدى مع صوت جميل كأنك أحيانا لأول مرة تسمع هذه القراءة التي قرأها، مع أنك أحيانا تكون كأنك حفظت. نعم قد تكون قد حفظت هذا المقطع الذي قرأه، لأن قراءة الفجر بعد النوم بعد الراحة لها وقع معين. إذن يقول العلماء إذا كانت النفس مطمئنة والمكان مناسب والذهن خالي كان أقرب إلى التدبر والتفكر والخشوع والتأثر. أيضا أن يكون الإنسان يقرأ وليس هم آخر السورة كما قال الإمام الحسن البصري، هناك من يهز القرآن وهم آخر السورة، هذا لا يستطيع أن يتدبر. لكن عندما يتدبر يقرأ بتأنن وتدبر فإن الأمر يختلف تماما. مما يساعدك على التدبر أن تعلم أنك بالقرآن حي وبدونه ميت، يقين. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات، يعني أحياك الله بالإيمان من خلال كلام الله جل وعلا. إذن بدون القرآن الإنسان ميت، وإن رآه الناس حيا. وبالقرآن يكون وتكون الحياة عندما تقبل على كلام الله بهذا الفهم، كمن يقبل على شرب ماء في وهو يعاني من العطش فإنه يدرك أنه بشربه لهذا الماء سيجلو عطشه. عندما يأكل الطعام وهو في شدة الجوع يعلم أن أكله هذا الطعام سيذهب عنه الجوع. كذلك وأنت تتلو القرآن تشعر بحاجة، وأنك بدون القرآن ميت وبالقرآن حي. من كان ميتا فأحييناه، بماذا؟ وجعلناه نورا. ما هو النور؟ هو القرآن، هو الإيمان، هو الإسلام. هذا يساعدك أيضا على التدبر. أيضا أن يقف الإنسان عند بعض الآيات قراءة متأنية. قد يسألني سائل ويقول إذا كنت وإن كنت لا زلت أنا سأعدد الصفات، لكن حتى لا أتجاوز هذه النقطة، إذا كنت أقف عند كل آية قراءة متأنية وأعيدها وأرددها متى أختم القرآن؟ أجبت على ذلك مرارا وأجيب. السلف كانت لهم قراءة للتلاوة، وقد تكون فيها سرعة، حتى إن كثيرا منهم كان يختم كما الإمام الشافعي في الليلة في رمضان مرة وقيل مرتين.
وتكون لهم تلاوة تدبرية. أقول مثلا للحفاظ، بعض الحفاظ يقول أنا إذا لم أختم خلال أسبوعين أو ثلاثة قد أنسى القرآن. هذا معروف أنه أشد تفلتا من الإبل، ولو جلست عند كل آية أقف ما استطعت أن أختم القرآن. أقول له اقرأ هذا. فقد حدثني أحد طلابي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، بل من طلابه الخاصين جدا، وعندما ذكر الشيخ طلابه ذكر أربعة منهم، هذا أحدهم، قال لي إن الشيخ عبد العزيز ختم القرآن مرة من المرات بجلسة واحدة خمس ساعات، بخمس ساعات. وهذا ممكن لو أردنا نحسبها أن الإنسان إذا كان متقناً حافظاً مجوداً قد يقرأ جزء من عشر دقائق إلى 12 دقيقة أو بالأكثر ربع ساعة يستطيع أن يختم القرآن، وهذا ثابت ومعروف. لكن هذه قراءة لا تكون للتدبر إلا عرضاً. فإذا أنت اقرأ قراءة للحفظ، واقرأ قراءة ولو كل ما تختم القرآن إلا في السنة مرة، قراءة خاصة للتدبر. قد يكون معك قلمك ومعك بعض كتب التفسير تقرأ تتأنى، إذن هنا تستطيع أن تصل إلى هذا الجانب. أيضا نجد مما يعينك على هذا الأمر، وأنت تقرأ القرآن كمن يبحث عن شيء عزيز فقده وهو على يقين بأنه سيجده في هذا المكان. فأنت وأنت تقرأ القرآن تبحث عن سعادتك كما قلت قبل قليل، تبحث عن الطمأنينة، تبحث عن الوقاية من الفتن، تبحث عن حل مشكلة لك مع زوجتك أو أبنائك أو مع جيرانك أو أقارب، تبحث عن الرزق. فتاة تبحث عن زوج، زوج يبحث، شاب يبحث عن زوجة، كل هذا تجده. فإذا تجد أن قراءتك كأنك تقول وجدتها وجدتها. خذ مثال عملي، أحد الأخوة يقول، وسمعته مراراً في مجالس خاصة يكرر هذا الكلام، وأذكر قصته دون أن أذكر اسمه لأنه لا يرضى بذكر الاسم. من أشد ما تعاني منه المشاريع الخيرية غالباً هو الجانب المادي. يقوم مشروع، فأحياناً يقول المشروع قائم لكن ما عندنا مال، بل وجدنا حلقات تحفيظ تعاني أما تختصر أو تقفل لأن ما وجدوا دعم مادي. يقول هذا الأخ وعنده عدة مشاريع وميزانيتها عظيمة جدا قائمة على تبرعات الأخيار. يقول يوم من الأيام سمعت ونحن في مجلس خاص أحد المشايخ ختم المجلس بقراءة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كان صوته جميلا، يقول فشدت من قراءة. هذه أقسام عظيمة من الله، معناه يجب ننتظر ماذا بعد القسم. لو قام واحد أمامنا الآن وقال يا أخوان انتبهوا والله والله والله، قلنا لحظة ايش يبغى هذا الرجل؟ أكيد عنده أمر مهم. ها طيب، هذا قسم عظيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر أنثى إن سعيكم لشتى. انظر هالعالم في الطرقات. طيب بدأ التقسيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول كنت أقول للقارئ قف خلاص. يقول والله، وهذا كلام منذ سنوات قد تصل إلى عشر سنوات، وقلت لكم ميزانية مشاريع وعنده عدة مشاريع خيرية بالملايين، ما عانيت يقول يوما واحدا من مشكلة مالية. ليش؟ كيف؟ مع أنني أعرف هذا الرجل لا يطلب أحد التبرع أبدا، لا يطلب. يقول الله سبحانه وتعالى يقول والليل يغشى والنهار يتجلى وما خلق إن سعيك، فأما من أعطى، شوف الشروط، واتقى وصدق بحسن. يقول لما خرجت من المجلس يقول كان معي بعض أعضاء مكتبي، قلت لهم سمعتم قراءة الشيخ؟ قالوا سمعنا، يعني ونحن أطفال نحفظ هذه السورة، أليس كذلك؟ من صغر نحفظها. قال لا لا، إياكم يوم من الأيام تقول عندنا مشروع ما عندنا مال. قال إيش علاقتها بالقراءة؟ قال لو أن تاجرا عندكم مشروع كبير، وخرج أحد كبار تجار المملكة من الأخيار وهم كثير والحمد لله، وقلت له أنا عندي مشروع يكلف ملايين، قال كبشر أنا مستعد أدعمك بس بشرط أن تنفذ الشروط التالية، واحد اثنين ثلاثة. ثم قلت له نعم أنا ملتزم بهذا الأمر. قال خلاص اعمل المشروع وأنا أعطيك، هل تشك فيه وهو من الرجال والتجار الصالحين؟ قال لا. قالوا لا ما نشك فيه. قال كيف بيوعد الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى، أي عطاء؟ كما قال الإمام السعدي، ما هو فقط عطاء مالي، علمي مالي خيري، أي عطاء. واتقى، اتقى الله في هذا الأمر، لا يريد سمعة ولا جاه ولا شهرة ولا غير ذلك كما يقع أحيانا.
وصدق بالحسنى يرجو ما عند الله، ليس له غرض يستغله من وراء هذا المشروع، فسنيسره، وعد من الله أن الله ميسره. يقول بعدها: والله ما عانيت ولا يوم واحد. هذا التدبر يا أخوان، هذا ليس تفسير، هذا هذا هو التدبر الذي تحدث عنه. إذن لما تكون كذلك عالما أو تاجرا أو موظفا أو رجل مشروع، هذا وعد الله، بس المهم نفذ، لأن هذه أقسام ثلاثة، بأن الله سيحقق لك ما تريد. قد يبتليك الله سبحانه وتعالى، وإذا تأخر شيء من ذلك فهو نقص في نيتك. يقول أحد التجار، يحدثني مدير مكتبه، يقول: ذهبنا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فلما قابلناه توفي التاجر وتوفي الشيخ رحمه الله جميعا. قال: هذا الرجل يشير الشيخ بن باز ما طلب مني أي مبلغ من المال إلا أعطيته إياه، قليل أو كثير، لو بالملايين، ولا يمر أربعة أيام إلا أجد هذه المبالغ التي أعطيتها الشيخ عبد العزيز تعوض في تجارتي. يقول: إذا مرت أربعة أيام، لاحظوا فهم هذا الرجل، والله عجيب يا أخوان، مع أنه رحمه الله شبه عامي ما هو من العلماء، قال: إذا مرت أربعة أيام ما رأيت التعويض، ناديت أبنائي وأبناء أخي يعملون معه، قلت: يمكن نيتكم مدخولة، ما جاءنا العوار، راجعوا نيتكم، ما تعود من الله إلا أنه يعوضنا خلال أربعة أيام. يحدثني مدير مكتبه الذي يصاحبه، يحدثني مباشرة. إذن وفعلا توفر الخير عنده، وعد الله، وما فقت من شيء فهو يخلفه سبحانه، هذا وعد الله يا أخوان. كيف نثق بوعد بعض الناس وقد لا يصدق ونشك والعياذ بالله، أو يضعف إيماننا؟ فإذا هذا نوع من هذا النوع، أننا يجب أن تدرك هذه الحقيقة في موضوع القرآن، أن ترجع إلى فهم السلف حتى تفهم التدبر، ارجع إلى فهم السلف حتى لا تزل، اقرأ التفاسير الموجودة كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي، لأنه سأذكر مراجع مهمة في هذا الجانب، اطلع على بعض آراء المفسرين. سئل علي رضي الله تعالى: هل عندكم شيء غير ما أنزل في القرآن؟ قال: لا، ما عندنا شيء، ويشير إلى صحيفة عنده، إلا ثم قال: إلا فهما يؤتيه الله من يشاء. القرآن هو القرآن، ليس كما يقول الشيعة الرافضة قاتلهم الله، الرافضة يقولون القرآن الذي معنا ناقص، وهذا كفر والعياذ بالله. وعند علي رضي الله عنه يقولون إن عنده شيء ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم. علي نفى هذا رضي الله عنه، وقال: ما عندنا إلا الذي هذا القرآن، إلا فهما يؤتيه الله ما يشاء. يعني الواحد عنده رمكم فهم في الآيات غير ما عند الآخر، ففهمناها سليمان، وكلنا آتينا حكما وعلما، أعطى الله سليمان مزيد من الفهم في هذه القضية بالذات، ليس على باب الشؤون، لم يكن عند داود في قصة كما تعلم: إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال الله ماذا؟ ففهمناها سليمان. وحتى ما يتطرق، انظروا التدبر، ما يتطرق أن سليمان أعلم من داود، لا، عليه السلام قال: وكلا آتينا حكما وعلما. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر قصة موسى، لما سأله رجل: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتبه الله إذ لم يفوض الأمر لله، فقال: أن هناك عند مجمع البحرين رجل أعلم منك، وهو الخضر عليه السلام. قال العلماء: الخضر أعلم من موسى في قضايا معينة، وإلا موسى في جانب أخرى كليم الله فهو أعلم، وليس في كل شيء. فلذلك العلم يكون علما نسبيا وعلما كليا في هذا الجانب. إذا نرجع إلى فهم السلف الصالح أيضا، وهذه نقطة مهمة يا إخوان، وأنت تقرأ على يقين أنك ستجد كما قلت حل مشكلات الأمة في القرآن، لكن الخلل الواقع الآن، هناك من يريد أن يخضع القرآن لواقع الأمة، والصحيح أن يخضع الواقع للقرآن. يقول شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإسلام، طبعا لما نقول الإسلام هو القرآن، طبعا كيف نفهم الإسلام إلا بالقرآن والسنة، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولكنه ليس خاضعا لكل زمان ومكان. هناك من يريد أن يخضع الإسلام، يخضع القرآن للأزمان، لاختلاف الأزمنة، لا، الأزمنة والأحوال هي التي تخضع للقرآن، وحلها موجود، موجود يقينا. لا بد أن تتدبر، أن توقن بهذا الأمر، وأن تنطلق من هذا المنطلق وتعيش مع هذه الآية. أيضا أن تكرر النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوتي الكرام في حديث أبي ذر: قام ليلة في قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. يكررها طول الليل.
أنا أسأل أي واحد ممكن يجيب على نفسه، هل قمت ليلة لو ساعتين ثلاث فقط في سورة تكررها؟ ما أدري اللي فعل ذلك هنيئا له والله. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في آية فقط، لولا أنه يجد ما يتجدد من معانيها صلى الله عليه وسلم ومن دلالاتها ما عادها، لقرأ ما بعدها وما قبلها، لأنه في مرة أخرى لأن تختلف الأحوال كما قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فمرة نقرأ هذا وهذا، هذا الذي يقول أحيانا كونوا كذا وكذا. إذن كلما كررت الآية تتجدد لك معاني، تجدد لك فهم، ويرزق الله من الفهم واليقين ما يساعدك على فهم القرآن. أيضا إن استطعت أن يكون عندك مبادئ علم التفسير وهو سهل ميسر ساعدك على فهم القرآن. أيضا مقارنة الآيات المتشابهة، القرآن يا أخوان فيه تشابه، مثل قصة موسى عليه السلام قال ألقوا، ومرة يقول قالوا يا موسى إما أن تلقي أما أن نكون نحن نلقين، فتجد اختلاف الصياغة وهي كلها مضطردة، لكن كل سياق له معنى. في سورة الأعراف غير سورة طه غير سورة الشعراء، مع أن بعض الناس يتصور أول ما يقرأ هل في اختلاف؟ لا، ما في اختلاف أبدا، ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف. يقول الإمام الشنقيطي في كتابه العجيب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ما في اضطراب في القرآن أبدا، لا يمكن أن تتعارض آيتان إلا إذا كان في ناسخ ومنسوخ، ما يمكن. مثل ما حداد كان سنة ثم أصبح الحداد 24 كما تعلمون في سورة البقرة، هذا تعارض، لكن واحدة ناسخة واحدة منسوخة، الأولى نسخت الثانية وإن كانت تقدمت عليها بالترتيب، أما ما عدا ذلك في القرآن لا يمكن أن يكون هناك. إذن لما تقرأ بتأني ستجد في، أيضا لما قال موسى لأهلهم كذوا إني آنست نارا، تجد في سورة طه غير النمل غير القصص، لكن في الحقيقة واحدة في النهاية لو تدبرتها كلها فيها يركز على النور وعلى القبس، على الطريق يعني، على النور وعلى الطريق، فكلها في على تكررها في هذه السور الثلاث. إذن القرآن مضطرد، فإذا أنت تقرأ وأنت تعلم أن الآيات المتشابهة في القرآن لا تتعارض إطلاقا. أيضا فمما يساعدك في هذا الأمر كثرة الطاعات والتعبد والصدق مع الله جل وعلا. وأخيرا فيما يعينك على التدبر، لاحظوا الآن تسمعوا في كل رمضان تسمعون كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فيدارسه القرآن. المدارسة هنا غير الحديث الآخر يعرض عليه القرآن. وفي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدها يعني آخر رمضان عرض عليه القرآن مرتين. العرض غير المدارسة، العرض هو استماعه للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم سنقرئك فلا تنسى، وعد الله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لما كان جبريل يلقنه يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة ليحفظ، قال الله سبحانه وتعالى سنقرئك اطمئن لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ضمن الله له حفظ القرآن. فكان جبريل يأتي كل عام ويعرض معه القرآن، لكن المدارسة غير، المدارسة هي التدبر، هو الفهم، يدارسه القرآن. إذن أنت ليكن لك من أصحابك من زملائك من إخوانك من مشايخك من تتدارس معه القرآن. وحقيقة أيها الأخوة لا أحصي ما استفدته من طلابي فضلا عن أساتذتي وزملائي في تدبر القرآن. أذكر مثالا واحدا، يوم من الأيام ونحن عندنا درس في التفسير وفي تدبر، أحد طلابي عنده قول أخذ قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأمل الآية، والله أكون صادق معكم، كنت أقرأها ولم أنتبه لهذا المعنى حتى دلني عليه أحد الطلاب، قال فاستجبنا له ماذا بعده؟ ونجيناه من الغم. قال ما لاحظت وش فيها؟ قال في قصة نوح وغيره قال فاستجبنا له فنجيناه وأهله بالفاء، هنا قال ونجيناه، والواو تقتضي المغايرة، إذن هناك استجابة ونجاة من الغم. جلسنا نتأمل، فإذا أيوب على فإذا يونس عليه السلام عنده قضيتان، قضية أنه في بطن الحوت وهذه مشكلة، ظلمات بعض فقط، ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، وعنده مشكلة أخرى وهو قضية أنه ذهب مغاضبا
أي غضب الله عليه. ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا خرج من ولله المثل الأعلى خرج من بيت أبيه بدون إذن والده وترك والده، ثم جاء ناس وأصلحوا بينه وبين والده أنه يرجع للبيت، ماشي؟ طيب هو سيرجع للبيت لكن عنده مشكلة هيبة كبيرة جدا من والده إذا قابله، ماذا سيفعل أبوه معه؟ صحيح سمح له أنه يرجع لكن أكيد سيكون في نفس والده عليه، ربما يتكلم عليه، على الأقل يبقى غضبان والدته. فكان عند يونس قضية، كونه في بطن الحوت قضية، وكون الله غضب عليه قضية، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له أي بإخراجه من بطن الحوت ونجيناه من الغم. اطمئن رضي الله عنك يا يونس عليك السلام. طيب معنى آخر، هذا كله من أحد الطلاب، قال بعضكم يقول يا ليتي مثل يونس، وكذلك ننجي المؤمنين، الآية لك، هذا الفعل لك، قل لا إله إلا الله عند الكرب كما قال بصدق ويقين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن أعظم ما سبح به لا إله إلا الله، وقالوا كان يصلي في بطن الحوت، وصلاة الأنبياء لها شأن خاص. إذن أنت إلجأ إلى الله إذا جاءتك كربة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر وهم ماذا يقول؟ يا بلال أرحنا بالصلاة، إذا حزبه أمر أرحنا بالصلاة. فإذا الصلاة جعلته يحقق الله له هذا الأمر، إلجأ إلى الله يزيدك كربة يحقق لك هذا الأمر ويسهل أمرك. هذا نوع تدبري فهمته من أحد طلابي، هو كثير هذا نموذج نحن عالى على طلابنا وأخوائنا وأبنائنا. فلذلك إذا تتدارس القرآن وتوفق في هذا الأمر، من آثار أيها الأخوة التدبر، لأن سألتزم بإذن الله ننتهي مع الأذان حيث أسئلتكم، أريد أن نجيب على ما تيسر بإذن الله بين الأذان والإقامة. من آثار التدبر أيها الأخوة العظيمة أن كما قلنا إصلاح واقع الأمة الآن، واقع الأمة مؤسف الآن، واقع الأمة كما ترون محزن، نصلحه بالقرآن. لكن لا يمكن لما أقول القرآن إلا من خلال الفهم والتدبر والعمل. أيضا اطمئنان القلب، ألست تريد اطمئنينة القلب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إخوتي أحبتي، ماذا قال الله جل وعلا في سورة طه؟ أول آية في سورة طه ما هي؟ طه، سواء قلنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم طه أو يا رجل يعني لك أنت، وهو بأي حال وإن كان مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم على القول الآخر فهو موجه لك. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما يمكن يكون معك القرآن تشقى. طيب قد يقول الإنسان أنا معي القرآن وعندي شيء من الشقة، يعني التعب والعناء أقصى، أي نوع من أنواع الشقة؟ أقول طيب ما فائدة واحد عطشان ومعه ماء ومغلق ولا يشرب منه؟ يقول أنا معي الماء. طيب ما شربت من الماء؟ ما يمكن تروى وأنت ما شربت من الماء. طيب كيف أشرب من القرآن؟ كيف أأخذ القرآن؟ قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على ماذا؟ على قلبك، ما قال على سمعك ولا على لسانك. بعض الناس فقط يقرأ القرآن على لسانه. تصوروا بعض الأخوة يقول لي، سمعته يقول، يقول أنا حافظ كتاب الله وأقرأه سريعاً، يقول خاصة إذا جئت المفصل، يقول أذكر أنني مثلاً في الذاريات بعد قليل أجد أنني في الواقعة. يقول هل قرأت الرحمن؟ هل قرأت القمر؟ ما يدري، مر على السورة لأن الله معطيه حفظ قوي، ما يدري قرأها ولا ما قرأها سورة كاملة. حتى بعض الجمع يقول لا ترى قرأتها. هذا ما استفاد من القرآن، نزله على قلبك، وإنه لتنزيل رحيم على قلبك، نزل به الروح الأمين كما في الشعراء، نزل به الروح الأمين على قلبك. فإذا يكون القرآن لما يكون على قلبك هنا تحقق طمأنينة، ثق يقينا، وإلا فأنت كمن معه ماء لكن لم يشربه، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ما ينفعها الماء فوق ظهره، ما استفادت. فبعض الناس قد يحفظ القرآن لكن ما تجد عنده طمأنينة ولا راحة ولا سعادة، لأنه لم يتدبر القرآن، لم يعمل بالقرآن. وإلا فكلام الله حق، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فمن اتبع هدايا، وما هو الهدى؟ هدى الله ما هو؟ القرآن. فمن اتبع هدايا يقين وعد من الله فلا يضل، وتأكيد ولا يشقى، وتأكيد مرة أخرى، ومن أعرض عن ذكري، عن القرآن وهدايات القرآن والعمل القرآن، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن من آثار القرآن هي الطمأنينة.
أيضا أيها الأخوة، طهارة القلب وتزكيته. أخوتي، القلوب ثلاثة: قلب أبيض، جعلنا قلوبنا بيضاء صافي. قلوب الأنبياء عليهم الصالحين ومن أكرمها الله كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى، قلب أبيض وقلب أسود والعياذ بالله كقلوب الكفار، وقلوب مختلطة وهي واقع كثير من المسلم، عنده بياض وعنده ليل. الآن المكان نحن فيه مختلط الظلام بالبياض. هل الآن النور في هذا المسجد سواء؟ أبد ليس سواء. انظر الخلف، فيه نقاط فيه ضعف ونقاط قوة، فكذلك قد يكون القلب. فبمقدار ما يكون في قلبك من القرآن ومن آثاره فهو نور، نور وكتاب مبين، نور يقين، يهدي الله لنوره من يشاء. وبمقدار ما فيه من معاصي حاشاكم من ذلك فإنها ظلمة. إذن فبمقدار ما فيه من ظلمة تنقص الطمأنينة وتنقص تسلية القلب. هذا أمر شكوت إلى، يقول الشافعي، شكوت إلى وكيع، وكيع شيخه، سوء حفظي. يقول عندي تحفظ، هذا الشافعي اللي حفظ الموطأ في أيام معدودة، آية من آيات الله في الحفظ رحمه الله، إمام من الأئمة. يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن علم الله نور ونور الله لا يعطاه عاصي. هذه حقيقة. إذن هذا من المعاني، أنه من آثاره أيها الأخوة في هذا الجانب. فأنك تخلص بالتدبر ممن يشتكي منهم النبي يوم القيامة. يا أخي يا حبيب، يوم القيامة سيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد يقول واحد: الحمد لله أنا أختم القرآن كل شهر، يعني أهم شيء أقل من 40 يوم، كل أسبوعين. لا، قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن على 5 أضرب. عدم تلاوة القرآن هجر، الذي 2 3 4 ما قرأ القرآن هاجر. لو أنك عند باب المسجد جاءك رجل ومعه ابنه وقال: تعال، ما رأيك بابني؟ ما يزورني إلا كل 2 3، ماذا ستقول؟ تقول: أنت قاطع لأبيك. لو أمه تتصل فيه وكان هو مستقل بعد الزواج، قالت: ابني ما أشوف إلا كل 2 3، نقول: هذا قاطع رحم، وهو في مدينة واحدة يعني. فكيف إذن من يهجر القرآن؟ قال: الذي لا يقرأ القرآن. دخل في هذا المعنى، خلاص، هذا أكثر فهم الناس. قد يجينا واحد يقول: أخوان، أنا الحمد لله أحفظ القرآن وأتلو القرآن كل أسبوع أسبوعين. قال: لا، الذي لا يحكم القرآن في كل شؤونه، دولة، فرد، بينك وبين زوجتك، أولادك، شركتك، أعمالك، هاجر القرآن ولو كان أحفظ القرآن. هذا كلام ابن القيم. 3: الذي لا يعمل بالقرآن، والعمل أوسع من التحكيم، هاجر للقرآن. الذي لا يستشفي بالقرآن، هاجر للقرآن. 5: الذي لا يتدبر القرآن، هاجر للقرآن، يحفظ القرآن وعند الحاجة يستشفي بالقرآن لكنه لا يتدبر القرآن، هذا هاجر للقرآن. هذا معنى عظيم. إذن حتى تخلص من آثار التدبر أن تخلص من هذا الجانب، ولأن ترك التدبر نوع من الشقاء والعياذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إخوتي أحبتي، نحن الآن في ظل واقع صعب جدا، اختلط الحق بالباطل. الآن في جدل حول بعض القضايا، الآن في تويتر مثلا، لن أذكرها حتى لا أعين أصحابه، خلال هذا الأسبوع فقط فيه لبس، فيه تلبيس، وقد يقوم بذلك بعض طلاب العلم. لا تلبس الحق بالباطل. أنت إذن في ظل هذا اللبس تحتاج إلى فرقان، إلى أن تعرف الحق من الباطل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ففي كذلك سورة الحديد: ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لك نور تمشي في الظلمات. نحتاج الآن إلى هذا النور في ظل هذا الواقع، بدل ما يلبس علينا في كثير من الأمور، وتمرر مشاريع بختم مختوم على الطريقة الإسلامية كما يقال وفق الشريعة. هذا لبس الآن يلبس على الناس. كيف نعرف الحق؟ الفرقان بالتقوى، من خلال تدبر القرآن والعمل بالقرآن. أيضا الفراسة، تحتاج فراسة أحيانا. واحد يخطب بنتك ما ظهر صلاح، أو تريد أن تخطب لابنك، في الفراسة
تستطيع، والفراسة لا تكون إلا من خلال القرآن، لأن العلماء ذكروا أنه من خلال تخليه من المعاصي والتزام بالقرآن يجعل الله فيه فراسة. يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وسبق ألقيت محاضرة في هذا المكان. أيضا كيف تحافظ على قلبك؟ تخشى يذهب منك قلبك، يهرب من قلبك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك الذي في صدرك قد يحال بينك وبينه. ما الحل؟ الاستجابة لله ولرسوله. كيف استجيب لله ولرسوله؟ من خلال القرآن. كيف من خلال القرآن؟ من خلال التدبر. أيضا فهو من أعظم أسباب الرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، لاحظ ما قال فاستمعوا له لعلكم ترحمون، مثل ما نفعل مع كل أسف كثير منا، يستمع القرآن قال وأنصتوا. الاستماع غير الإنصات، لأن الإنصات يكون معه تأمل وتدبر وتفكر. فأيضا فلذلك أدرك هذا الكفار فقالوا لا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأيضا أيها الأحبة، هو من درجات العلم، العلم ثلاث درجات كما ذكر الإمام ابن عاشور، ثلاث درجات: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، واحدة فوق الأخرى، وكلها موجودة في القرآن في سورة التكاثر. علم اليقين ثم لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين في سورة التكاثر، وفي سورة الحاقة حق اليقين. ذكر مثال بسيط: المسلمون كلهم في الأرض يعرفون أن الكعبة في مكة ويصلون إليها، هذا اسمه ماذا؟ علم اليقين. لكن ما شاهدوا مكة، إذا جاءوا ووصلوا إلى مكة وأقبلوا على الحرم أصبح قال هذا الآن عين اليقين. فإذا دخلوا إلى الحرم وهم جنب الكعبة هذا حق اليقين. فالعلم ثلاث درجات، كذلك القرآن بمقدار تدبرك تترقى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. وكل هذه الأقسام موجودة في كلام الله جل وعلا. ومن أعظم ما فيه الاستشفاء به للأمراض الخاصة والمعنوية، لما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: الاستشفاء بالقرآن، ومن لم يستشفى بالقرآن فقد هجر القرآن. لا يقصد يا أخوان الاستشفاء هي الرقية كما يفعل البعض. نعم الرقية من الاستشفاء بالقرآن إذا كانت على وجه الصحيح، لا، مع كل أسف الآن أصبحت متاجرة الرقية أحيانا عند بعض الناس. يحدثني بعض الأخوة أن الراقي يرقي الدقائق يضبط الساعة يأخذ 500 ريال، وآخر يأخذ 1000 ريال. أي تجارة هذه؟ أعظم من تجارة العودة والذهب. ما هكذا أنزل القرآن. أنا لا أحرم ما أحل الله، ولك بعض مشايخنا حرمها وبعضهم قال لا، كالشيخ ابن جبريل رحمه الله قال إذا أخذ شيئا معقولا كما أخذ الصحابة من لما اللديق، أما صارت متاجرة. وأن يوجد في العالم يا أخوان واحد 4-5 دقائق أو 10 دقائق يأخذ 1000 ريال أو أكثر من ذلك أو أقل؟ بسم الله. ليس الرقية فقط، وأنا أقول الرقية إن لم تكن على وجه الصحيح لا تنفع. فدعوكم من المتاجرين، دعوكم من المتاجرين، وأبشركم أهل الخير كثيرون من الرقاة لا يأخذون شيئا. والله أعرف بعضهم لا يأخذ ولا قيمة الزيت ولا قيمة العرة ولا قيمة الماء، ونفع الله بهم. لكن هناك متاجرة. لكن الاستشفاء هو الاستشفاء المعنوي في القرآن، شفاء القلب، شفاء الصدور، البحث عن علاج المشكلات، عن الرزق، عن حل المعضلات على مستوى الأسرة والعائلة. هذا هو الاستشفاء الذي تجده من آثار التربة. وأخيرا هو أخلاق القرآن. ما فائدة أن يكون الإنسان حافظ للقرآن لكن لا يتخلق بأخلاق القرآن؟ يوم من الأيام صارت مشكلة مع شخص بين شخصين، وأقول لكم هذا القصة لأن أنا صاحبه، أقصد الذي فجئ لي من يطلبني التوسط بين هذين الرجلين. لاحظ الذي وقع في المشكلة حافظ القرآن، والمعتدى عليه المخطئ عليه عامي. فذهبت لأصلح بينهم وقلت لعلكم تتصافى قلوبكم وتنتهي القضية وكذا. وأنا أتحدث قلت له: وفلان هذا حافظ كتاب الله جل وعلا. قال وقف، عام ما علي من حفظه، تهمني أخلاقه. ما فائدة أن يكون حافظ القرآن ويعاملني بضد القرآن وهو عام؟ وهذا الصحيح، لأن التصرف ذاك كان ما يوافق القرآن، كان غليظا على أخيه. ولو كنت فظا غليظا القلب انفض من حولك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أن نجد الأثر في هذا.
لا الدقائق الباقية اللي وعدتكم بإذن الله بالالتزام بها من علامات تدبر القرآن اجتماع القلب والبكاء وزيادة الإيمان وأن تجد أثر القرآن في حالاتك كما قلت لكم من آثار القرآن. وأخيرا من موانع التدبر أيها الأخوة مما يمنع أن تتدبر تدبرا صحيحا وبمقدار ما يتوافق عندك ويتوافر من هذه الأسباب أو العوامل سينقص تدبرك، منها أن من موانع التدبر أيها الأخوة هو الانقطاع عن التلاوة كما قلت والإعراض عن القرآن، انشغال القلب وشرود الذهن لا يمكن أن تتفهم، قصر الهمة على الحفظ والتلاوة فقط، طلب الدنيا بالدين، ومنهم أميون طلب الدنيا بالدين أي طلب الدنيا كما قلت عن بعض الرقاة أو غيرهم بالدين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ماذا ختم الله هذه الآية؟ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يتاجرون بالفتاوى، يتاجرون بالرقية، يتاجرون بغيرها، المتاجرة أنواع، طلب شهرة أو مال أو غير ذلك. أيضا المماراة بالقرآن، عدم إدراك قيمة التدبر، مع كل أسف هناك الآن فئة غير مدركة قيمة التدبر، ونحن نسعى في مشروع الهيئة العالمية لتدبر القرآن إلى تطبيع التدبر في العالم بإذن الله. وأبشركم قد بدأ درس أسبوعي في مدينة الرياض قبل 3 أسابيع في من أكبر المساجد مسجد الراجحي عن التدبر في كل يوم ثلاثاء بعد العشاء خاص بالتدبر، وبدأنا بمقدمة ثم سورة الفاتحة ثم المعوذتين قبل 3 أيام، وسنواصل بإذن الله تصاعديا مع سور القرآن. ولا أعلم في المملكة، وإن كان عدم العلم ليس علما بالعدم، درسا خاصا بالتدبر من الدروس المعلنة، قد توجد دروس في بيوت أو خاصة أو مدارس أو جامعات، إذن أن نطبع التدبر في الأمة. أيضا الطبع على القلب والعياذ بالله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني القلب مقفل، الذي لا يتدبر القرآن فقلبه مطبوع عليه والعياذ بالله. أيضا عدم صلة الرحم أي من العقوق، الظلم، ومن أشد ما يمنع أيها الأخوة من التدبر والظلم، ظلمك لنفسك، ظلم الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، التفريق بين الأولاد، مقاطعة الأهل، إلى غير ذلك من أنواع الظلم على الرؤساء والمرؤوسين، على الضعفاء والمساكين، كل هذا يحول دون تحقيق التدبر. أيضا البعض قد يقول خطورة التدبر دون أن يدرك المعنى حسب التفصيل الذي أشرت إليه قبل قليل. أخيرا كتب سريعة تساعد على التدبر وهي كثيرة جدا، وبالإمكان الإخوان أن نرجع إلى مركز تدبر في الرياض والتواصل معه، وسيفتح بإذن الله قريبا موقع تدبر، موقع سيفتح قريبا بإذن الله، موقع تدبر تجدون فيه المراجع وتجدون فيه محاضرات، ستجدون فيه الدروس، تجدون فيه البث، فيه كثير من كتب. أصدر مركز تدبر إلى الآن أكثر من 20 كتابا كلها تساهم في التدبر وطريقة التدبر، ولا أريد أن، لكن أذكر منها مثلا تعليم تدبر القرآن للدكتور هشام الأهدل، وفن التدبر للدكتور عصام العويل، التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل عبد الله عبد الغني سرحان، أيضا منها قواعد التدبر الأمثل لعبد الرحمن حبنك الميداني، المراحل الثمان لطالب فهم القرآن دكتور عصام العويل، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة الدكتور خالد اللاحم، أفلا تدبرون القرآن، وهذا كتاب أصدرته قبل 2 سنين. منها أيضا من كتب التفسير المساعدة في هذا المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للمبارك فوري، تيسير القرآن الكريم في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي، أي تفسير السعدي من أهم كتب التدبر أيها الأخوة، ولو يكون بين أيدينا ونحن نتدبر فإنه يساعدنا على ذلك. أيضا التفسير الوجيز للدكتور وهبه الزحيلي، أيضا أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، التحرير والتنوير لابن عاشور، ظلال القرآن لسيد قطب. ولا يعني عندما أذكر بعض هذه الكتب أن ليس فيها أخطاء كظلال القرآن أو غيره في العقيدة، فظلال القرآن ليس مصدراً من كتب العقيدة، بل إن فيه أخطاء في العقيدة، لكن يفيد وينفع في فهم القرآن وفي دلالاته، ولهذا العلماء كانوا يأخذون بعض الكتب وإن كانت من كتب الأشاعرة أو غيرهم، لكن لا يأخذها إلا من يعلم ما فيها من خلل حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. هذه كلمات كم ذكرت؟ أقول هذه كلمات سريعة اختصرتها تتعلق بالتدبر ومنهج التدبر، وبإذن الله كنموذج وتطبيق بل هو عملي. سورة الفاتحة لن أتحدث عن تفسيرها ولا القراءة فيها، لا، إنما سأتحدث عن معاني تدبرية موعدنا بإذن الله في الدرس القادم، وهو حسب ما أعلم في أول جمعة من الشهر الخامس بإذن الله. وصلى الله وسلم على محمد، أكرر شكري لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
الله.